هذه أول مرة يصير لقاء بين مدراء عامين تم التصويت عليهم ورئيس مجلس الوزراء. شنو السبب؟ السبب واضح، أولاً لأهمية هذه المواقع والمناصب في الدولة. اليوم الحكومة ببرنامجها المعلن واللي التزمت به أمام الشعب، ممثلي الشعب في مجلس النواب أمام الرأي العام، لا يمكن أن يتم بدون وجود فريق متعاون متآزر يعرف شنو هي أولويات هذه الحكومة ويعمل عليها. لا يوجد مسألة راحة وقت ودوام ينتهي بالثنتين أبدا، ما كنت أخرنا كثيرا، لدينا عمل متواصل ليل ونهار. كل مدير عام أيضا عنده أدوات من المعاونين المدراء الأقسام ومسؤولي الشعب، هؤلاء يجب الاعتناء باختيارهم وأن يخضعوا للتقييم دائما ويكونون ضمن السياسة العامة للدائرة، مو اختيارهم والله هذا غريب من عندي، هذا خوش ولد، هذا لا، يعني هذا هو ينجحك وهو لو هو يفشلك، لا تجاملون على هذه أبدا. الشعب ما قصر 20 سنة وهو واقف أمام كل التحديات من القاعدة والإرهاب الأعمى والاضطرابات السياسية وانتهاء بالمنازلة مع داعش. قدمنا خيرة شبابنا شهداء وجرحى، ده نشوف احنا في كل المحافظات من الجول فقط الصور واليافطات والشارع الشهيد الفلاني وبناية هذه تضحيات الشعب. قدم أبناء بعد شي يقدم أكثر من هذا؟ إحنا هسه المطلوب من عندنا يعني ننزل للميدان وكأنما نازلين المعركة، هذا أبسط شيء نقدمه له، هذا الأمن والاستقرار وهذا التوجه والخطة وقاعد نبني الدولة بفضل من؟ بفضل دماء هذه الشهداء، دماء طاهرة عزيزة لها كرامة كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى. هذه هي المسؤولية الشرعية أخوان أخواتي، في نعرف قيمة ما لدينا من شعب عظيم يستحق الخدمة. أي مدير عام لازم يفكر 1000 مرة بالقرار بالإجراء بعمل اليومي، إيش قد هو حقق فد شيء للمواطن اليوم اللي يمر وهو ما حال مشكلة للمواطن، ما نازل للاستعلامات وشايف المواطنين اللي جايين من محافظات أو من أطراف المدينة بشق الأنفس حتى ينجز معاملته. إذا ما شايف هؤلاء المواطنين، إذا ما راجع فد برنامج إلى علاقة بالمواطنين، والله أنا أعتبر هذا يوم خسارة ما محقق بشيء. أريد من المدير العام يعمل وفق الرؤية الوطنية لكل العراقيين وما محسوب على جهة سين أو صاد، ما أريد أنا ألفظ هذه العناوين، كنا عراقيين، واجبك من قعدت على الكرسي في هذه الإدارة تخدم كل العراقيين، لا تميز بين الموظفين، هذا شنو خلفيته، هذا من يا جهة، هذا توجهاته، أنت واجبك تخدم كل العراقيين، مو واجبك تخدم جهة أو فئة أو مذهب أو دين أو منطقة أبداً. أنتوا أيضا هم خاضعين للتقييم، يعني الأخوات حتى يكون واضح، مدير العام الأصيل لا يعني أنه عدة حصانة من التقييم أبدا،
هذا التقييم سوف يستمر كل 3 أشهر لكل مدير عام أصيل أو وكالة، ما دام إحنا عندنا خطة والعمل وإنجاز الأولويات، وهذا الحديث ما يتنفذ بالدعاء أو بالتمني، يراد لعمل متواصل يراد لأدوات ناجحة وفاعلة 24 ساعة. فإذا ماكو تقييم لا تنفلت الأمور. شلون تختارون أدواتكم؟ مثل ما ذكرنا في البداية، اختارينها بناء على سمعتكم، تخصصكم، نزاهتكم، موظفين مسلكيين في دوائركم. أيضا تختار الفريقك في داخل الدائرة، لأن هو أساس نجاحك. مهمة المدير العام في الدولة العراقية إيجاد الحلول، مو يدفع يكتب للوزير للتفضل بالاطلاع والتنسيب. انطي رأيك، بادر، قول هذا الحل، هذا الحل، حتى الوزير يعطي القرار الآخر. الأولويات واضحة لحضراتكم، احنا نتكلم عن سنة وش كم شهر بعد عمل الحكومة، فكون نشتغل ضمن هذه الأولويات بسرعة ونبحث عن أفضل السبل حتى ننفذها. بالنتيجة راح تنجح الإدارة العامة، راح تنجح الوزارة، راح تنجح الحكومة. نجاحنا كنا كفريق واحد، هو هذا الهدف اللي نسعى له، أولا أمام الله سبحانه وتعالى، وثانيا أمام شعبنا. عندها نعيد الثقة مع الشارع، مع المواطن.